قال الإمام الحسن عليه السلام: أيها الناس، اعقلوا عن ربكم، إن الله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل وآل محمد. نحن فيكم كالسماء المرفوعة، والأرض المدحوة، والشمس الضاحية، وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها وعلي فرعها، ونحن والله ثمارة تلك الشجرة. من تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هواه.